السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شوات أم أمين. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد البقلاوة تركية الاقتصادية وسهلة بزاف سهلة، وكتعطينا نتيجة اللي فريمون زوينة بزاف، لا من ناحية الشكل أو المذاق. أي وحدة فيكم يمكن لها تصاوبها وبالعجينة ديال الفيلو المنزلية، واللي غادي نعاود نحضرها معاكم بعجاله في هاد الفيديو هادي، لاني ما غاديش نستعمل فيها الحليب وغادي نستعمل فيها فقط الماء. وغادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديالها في صندوق الوصف الا بغيتو تشوفوا الطريقه بالتفصيل. والا عجبتكم هاد الفيديو فما تنساوش تخليو ليا لي لايك وكذلك تعليقاتكم وتبارطاجيوها مع الناس العزاز عليكم باش تعمل فائده. ونخليكم دابا مع بقيه الفيديو باش تشوفوا المراحل بالتفصيل. الو غادي نحتاج 100 غرام ديال زيت المائده او كاس الربع، 100 غرام ديال الماء، اي ما استعملتش هنايا الحليب غير الماء، علبه ديال الياغورت الطبيعي، انا عندي هنا علبه ديال 125 غرام، ولكن الا عندكم ديال 100 ولا ديال 110 فماشي مشكل. معلقه كبيره ديال الخل الابيض، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات. وهنايا غادي نستعمل البيضه لانني غادي نستعملها في نفس الوقت، ما غاديش نخليها في المجمد. وبما اني غنديرها الوصفه حلوه فغادي نستعمل كيس ديال سكر الفانيليا. وبالنسبه للدقيق فكيبقى على حسب الخليط، وغادي نستغل الفرصه نوريكم الدقيق اللي كنستعمل اللي سولتوني عليه شحال مره، الوغ هو هذا الغريو دوغ. اما بالنسبه للطريقه فكنخلط تقريبا كاع العناصر مع بعضياتهم، كنخلطهم بالطرب اليدوي، كنخلي فقط الدقيق والخميره ديال الحلويات، كنخلطهم مزيان حتى كينسجموا وصافي. من بعد كنبدا نزيد الطحين شويه بشويه، وفي نفس الوقت كندير الخميره ديال الحلوى. وكنبدا نخلط في الاول بالطرب اليدوي، ملي كنشوف بلي العجينه كتقل كنحيدو الطرب وكنستعملو يدينا، يمكن لكم تستعملوا العجانه وصافي. غادي كنحاول ندير واحد العجينه اللي تكون قاصحه باش من بعد ما كتغلبنيش ملي كنكون كنورقها. فكنحاولوا ملي تجمع لينا العجينه ندلكوها واحد شويه، ومن بعد كنخليوها ترتاح واحد 10 او 15 دقيقه، ومن بعد كنقطعوها لقطع صغيره. هذه المره هذه قطعتها القطع اللي صغيره بزاف باش من بعد الورقه ما تجيش كبيره بزاف ونرققها اكثر، يعني تقريبا نفس العجينه اللي درت في الفيديو اللي فاتت، ولكن هنايا خرجت منها واحد 25 كره اللي كنديروهم من بعد فواحد البلاطو، كنرشوهم بشويه ديال الخليط ديال الدقيق والمايزينا اللي كنديروا نفس الكميه من كل واحد فيهم، وغادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي وكنخليهم حتى كيرتاحوا. ودابا غادي نبداو نخدموا الورقه ديال الفيلو. انا كناخذوا هكا الكويرات كنقرصوهم، كنستعنوا دائما بداك الخليط ديال الدقيق والمايزينا، وكنكونوا سخيين كنديروا كميه كبيره باش ما كيلصقوش لينا الورق مع بعضياتهم، فكنسرحوهم شويه بالمدلك. ومن بعد كنحطوهم هكذا على جنب وحده فوق وحده. انا قلت لكم عندي 15 كره، يعني درت قسمتها على جوج، درت الجزء الاول فيه 13 وهو اللي غادي نصايب به هاد البقلاوه، يعني احتاجت 13 كره باش غنصاوب هاد البقلاوه اللي غادي تشوفوا. والجزء الثاني خليت فيه 12 وغادي نصاوب به حاجه اخرى. الو هنايا انا عطيت لكم الطريقه ديال ورقه الفيلو غير باختصار، لان الغرض ديالي كان هو نوري لكم المقادير، اي انني ما استعملتش الحليب وكذلك استعملت بيضه. اما بالنسبه للطريقه بالتفصيل فغادي نخلي لكم الرابط ديال لا فيديو ديال ورقه الفيلو او العجينه الفيلو في صندوق الوصف، وشوفوها راه فيها الطريقه بالتفصيل. وهي هاد العجينه ديال الفيلو كونوا متاكدين انكم مره على مره غتبقى تخرج لكم احسن، يعني الا المره الاولى كديروها رقيقه كتكونوا دائما خايفين واحد شويه، المره الاخرى كتبغوا ديروها رقيقه اونكور بلوس، الوغ كل مره كتحاولوا تجتهدوا فيها وكل مره كتخرج احسن من اللي فات.
وصافي الوغ هنايا هاد الورقات اللي قدامي عندي ثلاثة ديال الورقات اللي مطويين على جوج، يعني غيدير ليا 6 ديال الطبقات. فخديت المول اللي غادي نديرها فيه وغادي نقطعها على القد ديالو، وفي هذيك الورقة اللي كتشوفوا في الجنب فتما عندي 10 ديال الورقات ديال العجينة اللي غادي نستعمل اللي غنحلهم بطبيعة الحال، وغادي ندير بهم جوج ديال الطبقات، يعني غادي يدير ليا جوج ديال الطبقات اللي فيهم 10 10، يعني التحتانية غادي تكون فيها 6، الوسطانية غادي تكون فيها 10، والفوقانية غادي تكون فيها 10. انا بالنسبة للوز فانا خديت هنايا واحد 400 غرام ديال اللوز اللي ما استعملتوش كله، واللي حمرته فقط في الفران وطحنته هكذاك بالقشور ديالو، وضفت ليه فقط معلقة صغيرة ديال القرفة. اللي بغى يضيف ليه الماء زهر فممكن، فانا كنفضل نخليه غير بحال ما هكا. وكما قلت لكم فما استعملتوش كله، تقريبا احتاجت فيه فقط واحد 250 غرام ديال اللوز. وهنايا عندي 200 غرام ديال الزبده اللي ضفت ليها كاس كبير ديال زيت المائده. وبالنسبه للزبده فانا ذوبتها على العافيه وخليتها حتى تبخر منها هذاك الماء اللي فيها كله، بحال درت ليها ان بورنوازيت كما كتشوفوا اللون ديالها. وتا هي ما استعملتهاش كلها، استعملت فقط نصف الكميه، اي الا كنتو غادي ديروا فقط 100 غرام ديال الزبده ونص كاس ديال الزيت. دهنت الصينيه ديالي، يمكن لكم تاخذوا الصينيه بالشكل اللي بغيتو، دائريه ولا طويله ولا كما كانت. خديت الجزء الاول ديال الاوراق اللي هما اللي غادي يعطيني 6 ديال الطبقات، كناخذهم هكذاك في مره واحده وكنحطوهم في الصينيه. كما قلت لكم هاد البقلاوه هادي ساهله بزاف، ما كتبقاوش تدهنوا بين كل ورقه ورقه لا والو. وخديت حتى هادوك الجناب اللي شاطوا ليا ما غاديش نضيعوهم، وحتى هما غادي نبداو هكذا نفرشوهم فوق من هذيك الورقه الاولى او لا فوق من الطبقه الاولى. وما تخافوش راه هادشي، يعني هادشي اللي كندير دابا ما كيجي باين فيه في التالي حتى شي حاجه، فقط ما كنضيعوش هذاك الشيء اللي شاط، وفي نفس الوقت راه كيضيف لنا توراق للحلوه ديالنا. وصافي دابا غادي ناخذ اللوز ديالي وغادي نبدا نرشو، غير كنرشوه بحال ما هكاك، يعني كيما شفتوا اللوز ناشف كنرشو الكميه اللي بغينا. انا حاولت نغطيها ولكن يمكن لكم تستعملوا غير كميه اقل. ودابا غادي ناخذ لابار على العجينه اللي بقات ليا. انا كناخذ بحال الاول كنحط عليها المول وكنحيد هذوك الجناب، وهذه كما قلت لكم لانها مدوبله فغادي نحلها وغادي نعاود نقطعها على جوج، باش غادي ندير جوج ديال الطبقات. غادي ندير العجينه في الوسط، غنعاود ندير فوق منها اللوز عاد باش غنغطي بالطبقه الاخيره ديال العجينه. فكنحاولوا دائما نحيدوا هذاك الفائض ديال الدقيق مع المايزينا اللي كيبقى لنا في الوسط. ومن بعد ما حطيت الطبقه الثانيه فكيما شفتوا جات خايبه بزاف، واللي وصلت لهذه المرحله وشافتها بحال ما هكا غادي تقول راه ما صدقاتش، ولكن هذا الشيء كله هذا ما كيبقاش في العجينه ديال الفيلو كله، في التالي ما كتبان منه حتى شي حاجه. وغادي نعاود نرش كميه اخرى ديال اللوز. ودابا غادي ندير الطبقه الاخيره ديال العجينه اللي حتى هي كما غادي تشوفوا غادي تجي خايبه بزاف، فغادي نحاول نرقعها شويه باش يجي الشكل ديالها مقاد. كنحاول غير نجر هكذا كنرقع بهذوك القطع، فكما قلت لكم ماشي مشكل، وكنجر هذيك الورقه الفوقانيه والورقه اللي تحت منها كنديكاليهم على بعضياتهم باش كيغطيو ليا، يعني باش السطح ديالها كيجي كله بحال ورقه وحده وما كيبانش ليا الدفوف في الوجه ديالها. وصافي دابا غادي ناخذ واحد سكين وغادي نقطعها. فكتقطعوها بالشكل اللي بغيتو، مربعات مستطيلات لوزونج او معينات كيف ما بغيتو ولا كيف ما جا لكم ساهل. فانا قطعتها فقط المربعات فقطعتها على جوج، ومن بعد كل نص يعني كنقطعو على جوج حتى كنحصل على القياس ديال المربعات اللي بغيت.
وصافي في التالي غادي ناخد هذاك الخليط ديال الزبده والزيت، وغادي ناخد المعلقه ماشي البانسو، وغادي نبقى نخوي هكذاك من الفوق. فكنخويو كما قلت لكم النص ديال الكميه، يعني راها نفس الطريقه اولا نفس الكميه كياخد لينا ملي كناخدو بين كل ورقه ورقه، وكنبداو ندهنو بالزبده. يعني تخيلوا ان عندنا لتحت 6 ديال الطبقات، والوسط 10 والفوق 10، وبين كل ورقه ورقه غادي نبداو ندهنو بالزبده. فكونوا متاكدين انها غتاخد لكم اكثر من هذه الكميه اللي درتوها هكذا الفوق بالمعلقه، واللي كتبان راها كثيره. وصافي في التالي غادي ندخلها الفران اللي كيكون سخون من قبل على درجة حرارة منخفضة ما بين 160 و 165 درجة، وكنخليوها حتى كطيب وكتحمر على خاطرها. هكذا كتاخد الوقت باش العجينة كلها كطيب، حتى هذيك العجينة اللي الوسط حتى هي كطيب وكتقرمش. وهنايا من بعد ما طابت كما شفتوا اللون ديالها كيولي ذهبي وكتكون مقرمشه، فهنايا غنستعمل لها فقط العسل اللي سبق لي حضرت معكم. خديت واحد 350 غرام اللي سخنته، وبديت هكذا كنخويه فوق منها، يعني كنديروا كميه كما كتشوفوا كبيره، ولكن في التالي هي راه كتشربوا مزيان، فكنخليوها حتى كتشربوا على خاطرها. انا غادي نخليها هنا ليله كامله. ومن بعد ما سقيتها فخديت هذاك اللوز اولا شويه من هذاك اللوز اللي بقى ليا، وهكذا بديت كنديرو في الفوق ديالها غير باش يعطي لها واحد الشكل اللي زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال البقلاوه من بعد ما خليتها ليله كامله وتشربت ليا الكميه ديال العسل كلها. فكما كتشوفوا التوراق ديالها كيجي باين، وكتجي مقرمشه ولذيذه بزاف، كتقطع لينا يعني بكل سهوله كما غادي تشوفوا. كيكفي اننا نعاودو نقطعوها بسكين باش كنتاكدوا انها مقطعه مزيان. صافي وكنهزوا هذوك المربعات ديالنا ولا دوك القطع، وحتى هذوك القطع الا بغيتوا تعاودوا تقطعوهم فكيتقطعوا بكل سهوله وكيعطيونا الشكل اللي مقاد. فكنتمنى فريمون تجربوها لان كما شفتوا سهله بزاف، ما تخافوش من الورقه ديال الفيلو اللي كتصاوب في الدار لانها سهله بزاف، وكتجي كتعطينا واحد النتيجه اللي فريمون زوينه بزاف. فكما كتشوفوا انا صايبت غير هذه الصينيه صغيره، ولكن راه ما صاوبتهاش على قبل رمضان، يعني ما غاديش نخبيها لان ديجا دابا بقى فيها غير فريمون واحد الجزء اللي صغير. وهنايا غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو، فالى عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي لايك وكذلك تعليقاتكم، تشتركوا في القناه وتفعلوا الاشتراك بالضغط على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، تبارطاجيو لا فيديو مع اصدقائكم واحبابكم، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفة جديدة إن شاء الله. سلامة.